أهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة من سلسلة حلقات البلبل، يأتيكم برعاية The Levant Tongue. معكم أشرف وإناس. مرحبا إناس. مرحبا أشرف، كيفك اليوم؟ تمام. اليوم موضوعنا عن العادات والتقاليد المتعلقة بالزواج في الأردن، موضوع شيق كتير، وأعتقد إناس عندها كتير كمان معلومات ممكن تشاركنا فيه. تفضل إناس. أشرف، بالنسبة للزواج بالأردن بدنا نبلش نحكي عن موضوع الزواج التقليدي. نعم، اللي إحنا عنا أكتر يعني شائع الزواج التقليدي أكتر من الزواج عن حب. طبعا هذا بنحكي إحنا من زمان، بس بالوقت الحاضر الزواج عن حب يعني كتير برضه شائع، صار يعني موجود وبكثرة. صحيح، أنا أتوقع لأنه تغير المجتمع والعادات والتقاليد ونظرة المجتمع حاليا لتقدم للزواج. أكيد أشرف، يعني زمان كانت البنت أو الست يعني ما كانوا يدرسوا، ما كانوا يعني كانت نسبة قليلة من الإناث اللي مثلا تدخل تدرس جامعة، أو كانوا يشتغلوا، أو كانوا يعني يصير نسبة اختلاط. فعشان هيك كان الزواج يتم عن طريق الأهل، أو زمان حتى إذا بدك تيجي لزمان أيام ستي وستك كان الزواج عن طريق الخاطبة. صحيح، كان في تكون يعني ست معروفة بالمنطقة أو بالحارة إنها اسمها الخطابة. فعلا هاي كانت تلف بالحارة، ومين أيوة، بده يتجوز مين بده أحيانا يخطب. كانوا يعطوها صور، يعني اللي عندهم بنات للزواج يقولوا لها هاي بنتي بدنا نزوجها شوفي لنا عريس، صحيح، واللي بعد ما عنده تطورت الأمور صار في صور. واللي عنده شاب للجيزة كمان يطلب من هاي الست اللي هي الخطابة يقولها احنا بدنا تخطبين بدنا بنات. أغلب الزواجات كانت تتم عن طريق الخطابة. وهلأ تخيلي صارت مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، صارت مواقع التواصل زي الخطابة، الناس تتعرف على بعض من هذا بالضبط. الموقع. شوف كيف تغيرت العادات. تغيرت أكيد. فعلا، بعدين أشرف، كمان الزواج التقليدي اللي هو كان له اسم تاني اللي هو بيعتبروه الزواج المدبر. مدبر. مدبر يعني كانت تكون بالعادة مثلا تختار العروس الأم، صحيح، تكون فعلا الأم شافت العروس أو إحدى الأخوات تعرف العروس ويروحوا يقولوا لابنهم إحنا شفنا لك عروس بدنا نخطب لك إياها. يعني كأنهم هم اللي بنقول هيا هم وخلاص. بنقوها خلص. شو أي أساس كانوا يختاروا العروس؟ طبعا يختاروها أحيانا تكون من زواج الأقارب، أو تكون من نفس العائلة، أو تكون إنها من نفس القبيلة صحيح، بس مش أقرب. أقرب. ليش كانوا يختاروا إنه تكون من نفس العائلة أو من نفس القبيلة؟ أها، عشان تكون نفس العادات والتقاليد صح، لتجنب ذاتها. أي نوع من الصدمة في العادات والتقاليد ما بين بعض، إنه هذول عندهم عادة في العرس وهذول عندهم عادة مختلف، فممكن يكون في صدمة أو اختلاف عن حتى الطبيخ، الأكل، الزيارات العائلية، تفاصيل المهر. أتوقع عشان هيك أتوقع مظبوط، كانوا يفضلوا زواج الأقارب عشان هيك. وأحيانا كان زواج الأقارب يتم عشان الميراث، يكون في ميراث بالعائلة مثلا ياخد بنت عمه عشان ما يطلع الميراث لبرا، فكان يكون هاي من أحد الأسباب اللي يكون فيها الزواج ودبر أو مدبر. مرتب. وللأسف البنت هي اللي بتدفع الثمن عشان لموضوع أكبر اللي هو موضوع الفلوس والميراث والأراضي، فبيجبروها تتزوج قرايبها، ابن عمها، عشان ما يطلع الورث بس لورا. احنا ما بننكر أشرف انه هاي الزيجات في منها يعني ناجحة، ناجحة صح، ومكللة بالحب مثل ما بيحكوا. يعني يعني ممكن بالبداية كانت زواج مدبر او زواج تقليدي او زواج صالونات او اهل، في لها كتير اسماء، صح، بس بالنهاية كانت الزيجات موفقة وناجحة، بعكس زواجات احنا كتير بنعرفها كانت عن حب وباءت بالفشل. أتوقع إناس أهل بسروا أحيانا في مجتمعنا الشرقي بعض الشيء متحفظ الزواج التقليدي، لأنهم بيعتقدوا أنه أو هم عندهم يقين أنه عندهم خبرة بالحياة، واختيار الشريك الأفضل لابنهم أفضل من ابنهم أو بنتهم اللي ما عندهم أي خبرة بالحياة. فبقول مظبوط. لك، يعني أنا كتير بسمع ناس بقول لك أنت شو بعرفك، أنا بعرف أكتر منك، خذ هاي أحسن لك. أو بيحكوا للبنت أنت مين بدك تقعدي تختاري، هذا الشاب كويس، هذا رح يناسبك، إحنا بنعرف أهله، بنعرف تربيتهم وأخلاقهم، وإحنا بنعرف رح يكون هذا أفضل لك. مظبوط أشرف، فهذا يعني من بعض الجوانب للزواج التقليدي المدبر. مظبوط. بس هلأ كمان بنحب نحكي عن عمر الزواج بالأردن. يعني إحنا ممنوع البنت تتزوج تحت 16 سنة. صح، هو طبعا كقانونا
خلينا بشكل عام 18 سنة، 18. ولكن في بعض الاستثناءات نظرا للعادات والتقاليد والأمور الاجتماعية اللي عندنا هون، ففي نوع من المرونة بس ل 16 سنة في بعض الحالات فقط لا غير، عشان ما يعتبر زواج قاصر. بس طبعا في بعض حالات قليل جدا ما بنسمع عنا زواج قاصرات، بس يمكن احنا بنحكي في المدن او في القرى، يمكن هذا الاشي اكتر من نلاقيه بالقرى، لانه في احيانا بيكون فقر لما العيلة تكون عندها فقر، فبتحس انه ممكن انه بده يجوز البنات، يخلص من مصاريفها، يخلص من اشي زي هيك. في عندهم بيكون عدد أفراد كبير، مثلا في عيلة أكثر من 6 أو 8 أفراد، فبيكون يعني الأب والأم بيحسوا بالضغط المادي على نفسهم من خلال تربية الأولاد والصرف عليهم. فمجرد ما يجي عريس لبنتهم حتى لو عمرها 14 سنة، خلص جوزها خلينا نخفف عن حالنا مصرف. للأسف هذا كلام خطأ، بس للأسف عم بيحصل لغاية الآن بس بنسبة أقل، ولكن كان في الماضي مظبوط. منتشر. طب أشرف، شو اللي بيمنع الناس من الزواج؟ يعني إحنا حاليا بنشوف أحيانا شباب كبروا بالعمر أو بنات بس لسه ما تزوجوا، يعني حسب معلوماتك شو اللي بيمنعهم من الزواج؟ والله أنا اللي شايفه الأيام هاي في عدة أسباب. هلأ السبب الأول أنا أعتقد الأساسي المادي هو اللي بيرفع عمر الزواج. يعني زمان كان الشاب يكون 20-21 سنة يستطيع الزواج، لأنه كانت متطلبات الحياة قليلة، ما فيش هالكماليات، لا في ساتلايت ولا تلفزيون ولا سيارات ولا أي شيء. ولكن الآن الأعمار ممكن الشاب يوصل ل 26 أو 30 سنة عبين ما يقدر يكون نفسه، يقدر يكمل أكيد. مصاريف للزواج. وإحنا لأنه عنا بالأردن كمان مصاريف الزواج كاملة بتحملها الرجل، فبتحس أعباء الزواج كاملة كلها بده يتحملها الرجل، فعشان هيك يمكن عم بكبر بالعمر عشان يقدر يحوش ويقدر يجمع المهر صح وتكاليف الزواج الباهظة عنا بالأردن. صحيح، زي الصالة والعرس واللبس. يعني كان زمان الشاب يتجوز 21 والبنت 18، هلأ صار الشاب بصير 35 والبنت تصير آخر العشرينات كمان، والوضع طبيعي، اختلفت الأمور. كمان أنا شايف من الأسباب اللي بتأخر بالزواج أو الموضوع طبيعة العمل. في بعض من السيدات أنا بحكي مش منتشر، بس إنه عملها بكون ناخد كل وقتها، فهي بتقول لك أنا ما عنديش وقت أتزوج وأكون عيلة، والولاد راح يشغلوني والزوج راح عنده متطلبات. فأو أحيانا الشاب بكون مسافر أو شغله بتطلب سفر كتير وما عنده استقرار، ممكن يكون وضعه المادي ممتاز بس ما عنده استقرار في مكان واحد، بيسافر بتنقل هون وهون ساعات طويلة. فهذا كمان من أحد الأسباب اللي بتمنع أو بتأخر الشاب أو الست أو يعني البنت عن الزواج. أكيد الاستقرار أهم عنصر من عناصر الزواج يعني. بس للأسف البنت لما تتأخر عن سن الزواج وتصير بآخر العشرينات، للأسف المجتمع بنظر لها نظرة غير لما تكون صبية تحت العشرين. أكيد. في كلمة يعني إحنا ما بنحب نسموها العنوسة، وهذا طبعا شيء سلبي ينقال، بس طبعا وارد في مجتمعنا إنه هاي البنت خلاص عنوسة، فما بيجيها طلبات أو أوفرات للزواج زي ما تكون تحت العشرين، وهذا شيء مظبوط. سلبي بيأثر على نفسية البنت، بيأثر على يعني هي حتى الكلمة نفسية بحد ذاتها أشرف مزعجة، يعني لما جدا مزعجة. يعتبروها إنها البنت إذا ما تزوجت عانس، مع إنه يعني مش نهاية العالم، يعني بتكون البنت عادي بتشتغل ووضعها المادي ممتاز وعندها منصب مرتب. فيش أي مشكلة، بس للأسف في مجتمعات بتنظر للبنت. فعلا مجتمعنا هو هيك. صحيح، ففعلا إناس إحنا هذا الموضوع كتير عميق وممكن ياخد أكثر من حلقة، بس زي ما تشافي وقت الحلقة محدود. وعن جد إذا في عندك أي كلمة أخيرة. مزبوط أشرف، إنه عنا كنت حابة أحكي أنا عن مراسم الزواج عنا بالأردن، يعني برضو بدها حلقة تانية أكيد. هلأ إحنا حكينا بشكل عام عن كيفية الزواج، بكيف بتصير الزواج اللي هو الزواج التقليدي أم زواج عن حب، وإحنا حكينا أكتر إشي عنا بالأردن اللي هو الزواج التقليدي نسبته عالية أكثر من زواج عن حب. أكتر. مزبوط. أوكي، أشكرك إناس على هالحلقة الشيقة، ونشكر المستمعين على المتابعة على هذه الحلقة، وهذا البرنامج يأتيكم من خلال The Levantank. شكرا لكم.